اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد، اللهم اكرم نزله، اللهم وسع مدخله، اللهم اكرم نزله، اللهم وسع مدخله، اللهم لا تحرمنا اجره ولا تبتلنا بعده. محمد حمادي عضو مجموعة المشاب وقائد من المشاب ورئيس المشاب حاليا. نور الدين أنا كيشكل لي واحد صديق. نور الدين كيشكل لي واحد الجزء من التاريخ الفني اللي عندي دوزت أنا وياه. نور الدين بكر خلى واحد الفراغ كبير 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 بزاف. واحد المثال كيتقال، احنا قلال قلال وما فينا ما يتقسم. هاد الشجرة هادي بدات كتنقص وبدات كتساس، وهذا التأبين هذا ما هو إلا تأبين واعتراف لهذا الشخص لما قدمه من أعمال فنية كبيرة وكثيرة، رفقة ناس كبار في المجال المسرحي والسينمائي والتلفزيوني، فخلى أعمال التي لا تنسى، اللي ممكن أنه يذكره الناس بهذا العمل هذا. ولكن معناه اللي واحد الميساج جبران صار ميساج اللي يمكن نقول على انه هذا الرجل ماشي غير مات ودفناه واعترفنا له بالاعمال ديالو صافي، ولكن خصنا نتفكروه، نشوفوا العائله ديالو، لانه ما يمكنش لينا وكان هو المعيل للعائله ديالو، اذا خصنا نشوفوا العائله ديالو، نشوفوا واش اش داروا هاد الناس واش خصهم، ماشي غير نديروا التأبين ونساو صافي مشى في حالته هكا. نتمنوا هذا الشيء يكون منصف حتى للفنانين الاخرين في حياتهم، لانه الفنان الا كبر راه تيمرض، ولا مرض راه ما كيعرفو حتى شي واحد، ما عنده لا تغطيه صحيه لا يديك لا يخليك. كاين القلال اللي عندهم تغطيه صحيه، ولكن الناس الاخرين ما عندهمش تغطيه صحيه، اللي خصنا نتفكروهم وخصنا نراودوهم ونسيروا معاهم المصاري ان شاء الله الرحمن الرحيم. وشكرا. تحيه طيبه لمنبر الدار بهذه المناسبة اللي تم فيها حفل تأبين هنا مدينة الدار البيضاء، وبالضبط بمقاطعة الفيدة التي قدمت دعما روحيا دعما لعائلة نور الدين بكر رحمه الله، دعم للجمهور وللمحبين وللعشاق ولساكنة الفيدة. اليوم تم هذا الحفل تأبين بمناسبة الذكرى الأربعينية للفنان الراحل نور الدين بكر، الرجل الذي أعطى الكثير، الرجل الذي قدم واحد الابتسامة كبيرة للجماهير المغربية. نور الدين بكر خلى واحد البصمة كبيرة، من الصعب باش يوم الأيام لقاو أحد المغاربة يعطينا الصورة الشخصية الثانية ديال نور الدين بكر. نور الدين بكر رجل قوي وأسد فوق الخشبة، الرجل اللي ما عاش مشاكل مع المخرجين ولا المنتجين، بحكم الصبر ديالو، بحكم العصامية ديالو، بحكم العفوية ديالو، بحكم الاشتغال اللي كيشتغل ليه فوق الخشبة، كأن هذا الرجل هو المخرج، هذا الرجل هو المؤلف، هذا الرجل هو السيناريست. نور الدين بكر صعيب علينا باش نتكلموا عليه، لأن داك الشيء اللي عطاه صعيب باش يتوصف في دقيقة، صعيب باش يتوصف مع منبر الدار، صعيب باش تقال شي حاجة على هذا الرائد من الرواد ديال الخشبة. نور الدين بكر كما سبق الذكر أنه جبل من جبال الأطلس. نور الدين بكر فوق الركح كان أسد، وبعد موته سيظل خالدا في الذكرى، سيظل خالدا في الأشرطة اللي كنشوفوها، سيظل خالدا بالمحبة ديالو بين الأصدقاء ديالو الفنانين، بالناس يتعاملوا معاه منتجين ومخرجين.
فرحمة الله عليه في اليوم هذا. وعسايا كما معروف أنني مشغف في الأقوال ديالي أنني أقول الحق والحق يعلى ولا يعلى عليه. شكرا وشكر خاص لمنبر الدار. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب، بارتاجيو الفيديو، ديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.